الاخبار يا عبد الله. نقول بسم الله. بسم الله. خبرنا الاول، لقاء الاتحاد والقادسيه لن يعاد. رفضت لجنه الانضباط احتجاج نادي الاتحاد على خطا الحكم الخضير في لقاء القادسيه كموضوع، وجاء الرفض بناء على تقارير حكم اللقاء ومراقبها ولجنه الحكام ودائره التحكيم، وتفكر اداره الاتحاد في الاستئناف على قرار لجنه الانضباط. ابشرك عبد الله، خلصوا، جاء القرار، طلعت النتيجة. الحمد لله على السلامة. والله أنا ماني مصدق والله، بس زين ها، يعني ست أيام كويسة. أهم شيء في شيء، في قرار، في شيء. أهم شيء أنها طلع بس، أهم شيء النتيجة طلعت. نروح لخبرنا الثاني، يوم غرامات رؤساء الأندية. عقوبات لجنة الانضباط بسبب التهجم على الحكام عبر وسائل الإعلام. وعاقبت اللجنة رئيس الهلال ورئيس الأهلي ونائبه ورئيس النصر ورئيس نجران. والعقوبة المقررة على كل شخصية 50,000 ريال. والقرارات قابله للاستئناف. عبد الله ما في سم، معليش شباب داخل سم. رئيس النصر ما معاهم سم، رئيس النصر ما هو معاهم. يعني انت تقول للجنه الانضباط اصحوا رئيس نادي النصر؟ لا، هو الخبر يقول رئيس النصر. مستر جايب رئيس النصر. رئيس النصر موفي. في رئيس نادي الهلال، رئيس نادي الاهلي، نائب رئيس نادي الاهلي، رئيس الاتحاد ورئيس نجران. بس ما هو بوقتها يا عبد الله، ما يعني مو بوقت العقوبات، ما في فلوس يعني. بعد ما في فلوس وتجيب بعد 50، الناس ما هي ناقصه تدور دراهم. نروح لخبرنا الثالث، والامير فهد بن خالد وعلاقته مع الاهلي الغير رسميه. الأمير فهد بن خالد مشرف على الفريق الأهلاوي بدون أي صفة رسمية حتى نهاية الموسم، وجاء هذا الاتفاق بعد الاختلاف مع كيال على صلاحيات وحدود مهامها الإدارية التي طلبها كيال. وعرضت إدارة الزويهري على كيال منصب مستشار فني، لكن الأخير رفض. طارق كيال لن يعود إلا كمدير للجهاز الإداري لكرة القدم بكامل الصلاحيات الإدارية. انتهت أخبارنا عبد الله.